بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة الطلاب المرحلة الثانوية العامة، مرحبا بكم على قناة مستر يسرى عزت لشرح وتبسيط قواعد اللغة الإنجليزية مع ليلة امتحان مراجعة ثانوية عامة 2020. الفيديو الثاني إن شاء الله في قواعد اللغة الإنجليزية. إحنا ماشيين في قواعد بترتيب الوحدات وتسلسلها بتاعك، يعني إن شاء الله لما تمسك كتاب المدرسة بتاعك وتتابع معانا الوحدات هتلاقي إن شاء الله التسلسل ماشي تمام. دلوقتي إحنا مع قاعدة الوحدة رقم 4 وهي الريليتيف كلوز. الريليتيف كلوز اللي هو which وذات والهيز بتاعتها بنفكرك ان هو او ذات المعنى الحرفي ليهم الذي او التي اللي تستخدم لكي تحل محل الفاعل العاقل سواء دي او دي، هو او ذات زي دي the man who او that bought a car is my friend. خلي بالك انا بقول ان دي جايه تحل محل الفاعل وقلت ان هو عاقل، ايه الدليل ان هي فاعل؟ فعل بص وراها تلاقي فيه فعل، ايه الدليل ان هو عاقل؟ تلاقي قبلها انسان، يبقى الصياغه تبقى كده noun او pronoun ثم هو او ذات ثم فعل ثم فاعل. في الأمثلة السابقة كان من ضروري استخدام هو أو ذات، ليه؟ لأنها تشيل الفاعل، تمام؟ الكلام ده ملوش استثناءات؟ ليه استثناءات هنشوفها دلوقتي. زي دي أحمد عند حمزة وبعد كده جايب لي كوما هو أر إيجيبشنز جايب لي كوما أر ماي فريندز. الجملة اللي تقع ما بين الكوما الأولى والكوما الثانية بنسميها جملة تحوي معلومة إضافية يمكن الاستغناء عنها برغم إن هما فاعل، تمام؟ ماشي؟ في الأمثلة السابقة ها الجملة ما بين دي ودي تحوي معلومة إضافية ولذلك ممكن حذفها. خد بالك من حاجة، لما يكون الجملة اللي أنا عندي فيها كوما وكوما بالشكل ده ما ينفعش ذات تيجي بديله. شوف احنا فوق قلنا ايه the man who أو ذات بوت a car is my friend نفعت، لكن علشان الكوما والكوما دي في الجملة بتاعت أحمد عند حمزة هو are Egyptians are my friends ما ينفعش أقول that are ما that are Egyptians. قلنا هو are Egyptians ما ينفعش أقول that are Egyptians بدون الملحوظة اللي تحت، لا يمكن أن تحل ذات بدل هو أو which أو هم أو أي حاجة من اللي هنيجي نستخدمهم بعد شوية لو كان الجملة فيها بالشكل ده قوس، ماشي؟ لو كان الجملة فيها قصدي سوري كوما والجملة ثم كوما أخرى كده هو كده ذات ما تنفعش تكون بديل لأي اسم موصول. ملحوظة المستوى الأوكي students who are brilliant must be rewarded. خد بالك بقى لما تبدأ جملة بالصفة إيه اللي يحصل؟ تبدأ الجملة بالصفات وراها اسم ويحذف الريلاتيف كلوز، فبقى brilliant students must be rewarded. تستخدم لكي تحل محل مفعول عاقل، مين هي؟ طبعا انا بتكلم عن هو او ذات، زي دي the boy who that هو او ذات you punished is naughty. خد بالك من حاجه، انا قلت انها مفعول والمفعول ده عاقل، ادي انها مفعول لا وراها جمله كامله فاعل وفعله، ادي انها عاقل لا قبلها اسم، ماشي؟ طيب في الحاله اللي قدامي ده هي حذف الاسم الموصول او بقاءه الريليتيف كلوز يعني او ضمير الوصل حذفه او بقاءه مش مشكله، خليته ماشي حذفته ماشي نون زاد او ناقص هو او ذات الفاعل ثم الفعل، خلاص كده المعلومه قلناها. طيب نيجي للاسم الموصول الثاني وهو هوم، الريليتيف كلوز هوم معناها الذي والتي برضه ده بيحل محل مفعول عاقل، وادي المثال اهو ذا وومن هوم او ذات هوم او ذات يو ماريد از فيري نايس. تعال نروح للي بعدها وتشوف ذات تحل محل الفاعل غير العاقل this is the boy which أو that bit the young boy. بنأكد على نقطة إن هنا ينفع that تكون بديل ل which، لكن لما تيجي بقى الجملة فيها comma بالشكل ده ما ينفعش that تيجي بديلة ل which. زي the ox which hit the boy is very strong، بنأكد إن هو طبعا في comma هنا في comma هنا ما ينفعش that تكون بديلة ل which، تمام؟ لا يمكن ان تحل ذات بدل ويتش في الجمله اللي قلنا عليها في كوما وكوما. الاستخدام الثاني لويتش وذات تحل محل مفعول غير عاقل. المثال ذا ستوري ويتش او ذات اي ريد واز فيري انترستنج. قلنا مفعول يبقى وراها جمله كامله. ها اللي وراها ايه؟ جمله كامله. فاعل اي ريد الفعل بتاعه بكام الاخر. تمام؟ طيب غير عاقل هتلاقي قبلها غير عاقل. ماشي؟ طيب كويس جدا. تعال بقى نروح الجمله ده هي. اللي هي بتقول ايه؟ A microscope is an instrument which is used to see tiny things. خد بالك من الحكايه ده هي وحذف الريليتيف كلوز بيعمل مشكله اللي قدامنا في الاختيارات. A microscope is an instrument used to see tiny things. ايه اللي حصل؟ حذف دي ريليتيف كلوز ليه؟ علشان الجمله بتاعته مبنيه للمجهول اهي ادي ويتش اهي is used to see tiny things دي جمله اسمها مبنيه للمجهول. حذفنا ويتش عشان ايه؟ عشان الجملة ده هي مبنية للمجهول والاسم الموصول يمكن حذفه اللي هو relative clause يمكن حذفه إذا كانت الجملة بتاعته مبنية للمجهول. ملحوظة خلي بالك مهمة جدا جدا جدا. ملحوظة تاني vegetables which contain a lot of water don't freeze well أو containing عايز يخلي الجرن دي يحل محل الفعل الأصلي. في الحالة دي اللي هيحصل برضه يتم حذف relative clause vegetables containing يبقى يمكن حذف relative clause إذا جاء مكانه gerund أو إذا كان في الجملة جيران. vegetable
vegetables containing a lot of water pump feeds well. تعال بقى نروح لذات، يعني ذات لسه حكينا عنها، قلنا انها تحل محل هو وتحل محل هوم وتحل محل ويتش، تمام؟ وادي ايه بنفكر بالكلام ده تاني، بس طبعا لو في كوما وكوما ما ينفعش تيجي ذات. عندي برضو استخدامات اخرى لذات، هتيجي بعد all the best it is او it was with the only. وادي الامثله قدامك، this is all that I know, this is the best that I can do, it is the minister that can take this decision, he is the only climber that could reach the summit. تعال نشوف المثال ده، دكتور زويل discovered the femtosecond، تمام كده؟ عايز يعملها بـ it was، هتبقى بالشكل ده it was والاسم اللي هو جايبه كده that او هو ثم there زي it was دكتور زويل هو او that discovered the femtosecond. ماشي؟ وير اللي هي المعنى الحرفي ليها حيث، ودي بتدل على المكان زي this is the room where I sleep. وير ليها اكتر من بديل، تنفع ان ويتش وتنفع ات ويتش وتنفع تو ويتش، ممكن تيجي متصل او منفصل على فكره، يعني this is the university in which I studied، وينفع اقول this is the university which I studied، وراح حاطط لك ان هنا، تمام؟ at which I like to attend meetings at which I learn many useful things. ماشي؟ خلي بالك ان عندي حاجتين تاني او عندي كلمتين تاني، حاجه اسمها for which معناها الذي لاجله، وabout which الذي عنه، طبعا دول ما لهمش دعوه بوير، ما لهمش دعوه بوير، ما لهمش دعوه بوير. The reason for which I learned English is that وكمل. About which this is the country about which I wrote my last novel. خد بالك من الجملة دي. This is the restaurant جاي في فراغ I want to buy. عينك تشوف كلمة restaurant تروح تقول لي هتاخد وير؟ غلط. ليه غلط؟ لأن restaurant هنا أنا مش بتعامل معاه على إنه place. بتعامل معاه على إنه object. بتعامل معاه على إنه إيه؟ object. ماشي؟ وأروح واخد له مين هنا؟ واخد له which. ليه؟ لان انا بقول ده المطعم اللي انا عايز اشتريه، مش بتعامل معاه على ان هو مكان انا بقعد فيه او باكل فيه. هو الزق، ودي ليها علاقه بالملكيه، هي بديل لمين؟ ماي هيز هير اتس اور يور ذير وي ميت ا ليدي هير دوتر هاز جاست جوت ماريد. اعملها ازاي هير دوتر دي بقت ازاي؟ وي ميت ا ليدي هوز دوتر هاز جاست ماريد. خد بالك في الفرق ما بين هوز بابوستروف اس ماشي اللي اختصار هو هاز، وهوز اللي وراها ناون اللي هي اختصار ناون او صفه اللي هي اختصار هو اس. ماشي؟ خلي بالك من وين، وان دي معناها عندما تستخدم للوقت الزمن، زي مثلا 1974 the year when I was born. وين هنا ليها اكتر من بديل، in which on which at which. فرايداي ده يوم ولا مش يوم؟ يوم. طب والايام حرف الجر بتاعها ايه؟ اون، يبقى دي اون which. 6 o'clock مش دي ساعه؟ الساعة تيجي معها ايه؟ معها ات، ات ويتش. خلاص كده؟ خد بالك من المثال اللي جاي، طبعا وايه؟ ان احنا قلنا من شوية زي السنة. ماشي؟ أو 1974 is the year أو ممكن in which I was born. لاحظ المثال الآتي بيقول لك ايه؟ I don't like August which is very hot. يبقى أنا بتعامل مع أوجست على إنه هو زمن. ماشي؟ عشان أقول مكانه وين؟ لا، أنا بتعامل معاه على إنه أوبجيكت، وعشان كده جبت مكانه ويتش. خلاص؟ بنفكرك بالملحوظة اللي قدامنا، ان طبعا انا عندي نوعين من شبه الجملة الموصولة او ما يسمى ريلاتيف كلوز. النوع الاولاني بيديني معلومة هامة او ضرورية عن الشخص، تمام؟ وفي الحالة ده هي، في الحالة ده هي ما بقاش في عندي كوما زي دي ذا وومن هو هيلبد مي از نيرس. النوع الثاني اللي بيديني معلومة، ماشي، بيديني معلومة ليست هامة او ليست ضرورية وهي معلومة شائعة زي باريس، اروح اعمل كوما which is very big واعمل كوما تاني ابدا كابيتال اوف فرانس. هنا الكوما والكوما تنفع، وطبعا ما ينفعش الذات تكون بديل لويتش. في معلومات هامه زي what really كذا is a was that the thing that برضه ينفع اقول is a was that the idea what really annoys his teacher is that he comes late or the thing that annoys his teacher is that he comes late. ماشي؟ خلي بالك اذا جاء فيرب تو بي كفعل اساسي بعد ضمير الوصل هنا بيتم حذفه. ماشي؟ زي دي the boys who are there can help us، بقت the boys there can help us. كده بتخلص القاعده بتاعت relative clause، وننتقل للقاعده الاخرى في الوحده اللي بعدها اللي هي الوحده رقم 5. هتلاقي عندك ايه؟ distributives. distributives بيقولوا عليها ادوات تجزئه، ونبدا بكلمه all. ياتي بعد all اسم مفرد لا يعد او اسم جمع، وتشير الى المجموعه ككل او بوجه عام، زي all cheese contains protein. خلي بالك ان cheese لا تعد، فقلنا contains. I like all apples. طيب الفعل بعد all اما مفرد او جمع على حسب الاسم اللي انت بتستخدمه، زي all his money all his money was stolen so all his friends were helping him. اذا جاء ذا او صفه الملكيه او صفه اشاره بعد all، يمكن ان نضع بينهما of علشان تشيل اسم محدد، زي
all of the birds flew away. I have used up all of our eggs. Where did all of those books come from? إذا جاء ضمير مفعول بعد أقول يجب أن نضع بينهما of they, all of us are going to Luxor. أو نستخدم ضمير فاعل قبل all فلا نحتاج ل of they, we all are going to Luxor next week. Each المعنى الحرفي لها بالعربي كله, لكن مالها؟ اللي تستخدم each الإشارة المجموعة كأفراد كل واحد لوحده. Each child received a present. لاحظ الفرق في المعنى بين الجملتين اللي جايين. The students line up on the stage and they all sang us. كلهم غنوا أغنية واحدة. لكن لما أقول they each sing a song, كده كل واحد غنى أغنية لوحده. يأتي بعد each اسم مفرد يعد, ويأتي بعد each of اسم جمع أو ضمير جمع. زي each member of the team plays really well. ماشي. Each of their parents took a photo of them. الفعل دائما مفرد بعد each أو each of. زي each student has to hand. مثال تاني, each of my brothers wants. خلي بالك, يبقى الفعل مفرد بعدها. ياتي بعد each فعل جمع اذا جاء قبلها ضمير فعل جمع. زي دي they each tell a story. نروح ل every, ودي معناها برضو بالعربي كله. تستخدم للاشاره الى افراد المجموعه معا. I gave every plant some water. يأتي بعد every اسم مفرد يعد, والفعل معها دائما مفرد. Every car in the city causes some pollution. لا نستخدم of the بعد every, ولا يأتي معها أبدا اسم جمع. I enjoyed every minute of my stay in Africa. ما ينفعش أقول every of the minutes. ملحوظة هامة جدا, تشير both إلى مجموعة من اثنين, إنما each مجموعة من اثنين أو أكثر, وإيفري مجموعة دائما أكثر من اثنين. زي I gave both my parents, وفي حد عنده أكثر من أبين. I gave each of my three brothers. واضحة جدا. Every player must attend the training sessions for the next match. تمام؟ تعال نروح بقى للقاعدة الثانية, أو بقى القاعدة اللي موجودة معانا, وهي باقي الديستريبيوتيفز. طبعا باقي الديستريبيوتيفز وصلنا نقطة أربعة اللي هي both. both المعنى الحرفي ليها كلا. تستخدم both لحديث عن اثنين من الناس أو الأشياء, وتساوي في المعنى this and that, ده وده, كليهما يعني. ماشي. ازاي؟ I ate both the apple and the orange. أنا أكلت دي ودي. تستخدم both في كل من الجملة المثبتة والمنفية. زي both of those students didn't pass, أو ينفع أقول pass the exam. لا نستخدم both مع الأسماء المفردة, فهي دايما تشيل الاثنين جمع يعني. I gave both students a book. ماشي. ما ينفعش أقول both students, خطأ. يمكن أن أستخدم the أو of بعد both. زي both the children were born, أو both of the children were born. ماشي. يمكن أستخدم both مع ضمير جمع فاعل أو مفعول. زي we both أو both of us prefer classical music. الفعل مع both دايما جمع. زي both sisters have bought lovely presents. يمكن استخدام both كذا and كذا كرابط. زي the game is suitable for both children and adults. نروح لـ half, ودي النقطة الخامسة. خلي بالك احنا ماشيين في القاعدة بالترتيب. ماشي. distributives ماشيين فيهم بالترتيب. دلوقتي معانا النقطة رقم 5 half. half المعنى الحرفي ليها نصف. يأتي بعد half of اسم مفرد لا يعد او اسم جمع. زي half of ينفع اقول my friends, يبقى ده كده اسم جمع. ماشي. خلاص كده like tennis. او I spent half that time on my project. الفعل بعده half of مفرد او جمع حسب الاسم اللي انت جايبه. half the people have, لان كلمة people تعمل معامل زي half of an apple isn't very much. تستخدم half a او an مع التعبير الدالة على الكمية والقياس. زي he ran half a mile, I will be back in half an hour. في هذه الحالة لا نستخدم half of. I bought half a kilo, ما ينفعش أقول half of a kilo, of لو غلط. يجب أن تأتي of بعد half إذا جاء بعدها ضمير. زي half of us أو half of them are going. إذا تستخدم إذا الحديث عن اثنين أو سواء في المعنى this or the other, يعني أيا منهما, يعني ده ده. Either parent will drive the children to the library, يعني إما الأب إما الأم. يأتي بعد either اسم مفرد يعد, ويأتي بعد either of اسم جمع. And I can go on either Friday or Saturday. Either of the hotels will be fine. الفعل دائما مفرد بعد either أو either of. زي either of the children has. تقول لي ما هاتش ده مثلا, أنا ليش دعوة, أقول لك أنا عندي ملحوظة. يمكن استخدام either كذا أو كذا كرابط بمعنى إما أو, ويتفق الفعل مع الفعل الأقرب.
either Ala or the children have. لكن بص دي either the children or Ala فبقت ايه has. لاحظ الفعل اقرب الفعل اللي في حاله السؤال زي are either my brothers لكن دي is either my father اهي are either my brothers or my father responsible البديل بتاعها is either my father or my brothers responsible. نروح للنقطة رقم 7 ودي النقطة الأخيرة في القاعدة اللي هي neither. ماشي الحديث عن اثنين وتساوي not either ماشي اللي هي معناها not this and not the other يعني لا ده ولا ده ماشي. neither parent came to meet the teacher ولا واحد فيهم جاء. يأتي بعد neither اسم مفرد يعد ويأتي بعد neither of اسم جمع أو ضمير جمع زي neither chair is any good I think neither of these dresses fits خلاص برغم اهي ماشي. which bag do you want neither of them الفعل دايما مفرد بعد neither او اسم جمع او ضمير جمع مع neither of زي neither brother has come neither of my best friends was at school. يمكن ان يكون الفعل في صيغه الجمع بعد اسم جمع بعد neither of او اسم جمع او ضمير جمع ماشي زي دي neither of them were interested in going to university. ده طبعا بنقول عليه informal English يعني انجليزي غير رسمي. يمكن استخدام neither كذا nor كذا كرابط بمعنى لا ولا. you can have neither cookies nor candy. يمكن ان تربط neither كذا nor ماشي جملتين ما بين فعلين مختلفين وفي الحاله ده هيتفق الفاعل مع ايه الفعل الاقرب. neither زمزم nor the children have watched. شوف دي neither the children nor زمزم has watched كذا وبكده تكون خلص الجزء ده من القاعدة. تعال نروح للجزء الأخير اللي فاضل في الوحدة. خلصنا الوحدة 4 و5 ودلوقتي احنا في الوحدة رقم 6. هننتقل للفرق ما بين so كذا that أو such كذا that و enough to أو to to. نبدأ بسو. القاعدة بتاعتها تيجي بالشكل ده. بداية الجملة بتاعتك so ظرف أو صفة that وبعد كده جملة النتيجة. زي the boy was so talented that he scored 3 goals. ماشي ممكن اجيب وراها ظرف she crossed the street so carelessly that يبقى ده ظرف دي صفه انت talented و carelessly ظرف. لاحظ كيف نستخدم so في اول جمله السبب هتبقى so وراها الظرف او الصفه فعل مساعد فاعل وبكمل جملتي ثم that ثم جمله النتيجه زي دي so talented was the boy that he scored 3 goals او so carelessly did she cross the street that she had an accident. خلي بالك so ماشي ادي جمله هي بدأ بعد كده so بعد كده صفه او ان اسم مفرد يعد ثم ذات ثم جمله النتيجه زي دي it was so small a flat that we couldn't live in it. خلي بالك من الملحوظه اللي جايه يمكن ان تتبع so بالصفات few او many ينفع اقول ايه so many او so few وراها اسم جمع ذات وبكمل لحد الاخر تمام لان many وfew بيدلوا على العدد. I never knew you had so many brothers that you had to share a bedroom. She has so few friends that she rarely gets out of the house. يمكن تتبع so بالصفات much أو little هنا طبعا بتدل على الكمية. الجملة بادئة so أو much أو little مع اسم مفرد لا يعد ثم that ثم جملة كاملة زي دي. أحمد earns so much money that he thinks of buying a multinational company. مثال تاني they have so little food that they are starving to death. نروح ليه such اللي هي المعنى الحرفي ليها برضو جدا او لكي. such طبعا جملة بدأ such صفة اسم جمع او اسم مفرد لا يعد ثم ذات ماشي اللي معناها ذات ثم جملة نتيجة زي دي. they were such tall girls that they climbed the tree. it is such expensive furniture that we can't buy it. الجملة بدأ دي خد بالك بقى من صيغة تانية. الجملة بدأ such أو an صفة اسم مفرد يعد ذات جملة نتيجة زي she was such a tall girl that she climbed the tree. حمزة is such an intelligent person that everyone admires him. ناخد بالنا من الصيغة اللي جاية بدأ جملة such أو an مع صفة مع ذات مع جملة نتيجة هنا ما جبتش لا اسم مفرد ولا جبت أي حاجة أهو جبتش اسم مفرد هنا زي الحكاية دي ما جبتش he is such an idiot that nobody would hire him أو she is such a genius that she solved the puzzle. تعال نروح للملحوظة اللي جاية
يمكن ان نستخدم سو او ساتش كظروف داله على الدرجه زي فيري بحيث انه ما يساوي فيري يعني. هنا مش هيبقى في رابط ذات زي دي. I am sorry I am walking so fast or very fast. It was such a أو it was a very beautiful picture. نروح للصياغة الثالثة وهي enough. enough معناها الدرجة الكافية، ودي دائما يسبقها الظرف أو الصفة، طبعا بالجملة بدأ الظرف أو الصفة ثم enough to ثم مصدر الفعل بتاعك زي the boy was talented enough to score 3 goals. أو as is hard enough to get high marks. لاحظ كيف نستخدم enough to عندما يكون الفاعل في جملتين مختلف. الجملة بدأ ثم ظرف أو صفة enough for ثم ماشي ضمير مفعول أو اسم ثم to ثم جملة جزئية. The exam was easy enough for Ella ماشي أو for her. Ella to her to answer. يبقى enough to يبقى enough to وراها مصدر فعل. ماشي. يمكن أن يأتي بعد enough اسم ولا يسبقها صفة أو ظرف زي عفوا there are enough chairs for everyone to sit down. تعال نروح لي to صفة to مصدر اللي هي بتبدأ الجملة بتاعتك ثم to ثم صفة أو ظرف ثم to ثم مصدر. الجملة دي أو الصيغة دي بتقول إيه؟ بتقول أن هناك زيادة بالغة في الصفة أو الظرف اللي ما بين to to تمنع وقوع الفعل بعد to بقوة واحدة. خلاص؟ The sea is too cold to swim in. البحر بارد جدا لدرجة إن ده مش هتقدر تعوم فيه. تمام؟ طيب زمزم speaks too quietly to hear. صوتها هادي جدا لدرجة إنك أنت مش قادر تسمعها. تعطي تو معنى سلبي دايما. يعني ألا is so beautiful. She is the prettiest girl I know. ما ينفعش أقول ألا أو سوها is too beautiful غلط. يبقى هنا هو so beautiful ما ينفعش تستبدل ب too beautiful ده غلط. ملحوظة؟ The sea isn't warm enough to swim in. The sea isn't warm enough to swim in. طبعا ده نفي enough. ده نفي enough. مثال تاني. He doesn't speak loudly enough to hear. ده النفي بتاع المثال اللي احنا كنا حاطينه من هو. The sea is too cold to swim in. أو زمزم speaks too quietly to hear. خلاص زمزم speaks too quietly to hear. وكده تكون انتهت القواعد بتاعت الفيديو الثاني. ان شاء الله انتظرونا في فيديوهات اخرى لشرح باقي قواعد المنهج في رئيس امتحان ثانويه عامه 2020. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.